هلا المرارة شو هي؟ المرارة عبارة عن مثل جيبة مثل كيس صغير في إلى مدخل ومخرج نفسه. المفرزات تبع الكبد اللي تنتجها بشكل دائم تتجمع لها المرارة، مفرزات دسمية مشان تساعدنا على امتصاص المواد الدسمة الغذائية. فبتجمعوا بهالمرارة بهالكيس خلال فترة مثلا بين الوجبات، وتصير الوجبة طعامية المرارة بتضغط أو بتفرز هالمفرزات الموجودة فيها بعد ما تكثفها شوي فوق الأكل. نحن هالمفرزات أحيانا بأسباب متعددة بتتكثف، يعني مفرزات الصفراوية بس تفوت على المرارة أحيانا لأسباب متعددة ومذكرة تتكثف فبتشكل عندنا رمل. هالرمل أو الطين المراري بصير مثل الطحل تقريبا، بيتجمع على بعضه تدريجيا وبيشكل خصيات. خصيات ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون واحدة، ممكن تكون متعددة، وممكن هالخصيات ترجع تجمع على بعضها وتشكل خصيات كثيرة. هذا آلية تشكلها. أما شو هي الأعراض اللي بتساويها الخصيات المرارية؟ نحن الخصيات المرارية الموجودة فيها كثير من أحيان بتكون لا عرضية، يعني مكتشفها بالصدفة، مكتشف أنه عند المريض عنده خصيات مرارية. بس أكثر الأعراض شيوعا هو الألم بالمنطقة العلوية على البطن، وخاصة على جنب الأيمن تحت القفص الصدري. الألم غالبا بيكون بعد الوجبة الطعامية، وخاصة الوجبة الطعامية الدسمة. أحيانا بيكون ألم بينتشر بروح، يعني بصور إراديتد للكتف الأيمن. أحيانا ممكن يتظاهر بس بألم بالكتف الأيمن، يعني في أشخاص ممكن يكون عندهم ألم بالكتف الأيمن فكروا أنه مش من العضل من العضلات، يأخذوا أدوية كثير ويروح على الأطباء أيام عظمية وأيام أطباء مفاصل، نكتشف بعدين أنه السبب هو خصيات مرارية. هي العرض المهم والأساسي. طبعا ممكن يكون في عندنا أعراض منها الأقياء، يعني يصير عنده أقياءات متعددة، أو حتى ممكن يجيش شعور بالغثيان الدائم، يعني بيجي عم تلعي نفسي أو تعرق بيبرد وبيسخن هيك دكتور ولا لا؟ هذا هي بتصير بالحالة الالتهاب المرارة الحصول، بتصير في التهاب يعني وجود الحصيات ممكن يساوي التهاب مثل التهاب الزايدة، بصير في قيح، بصير في التهاب، وتصير في عنا تعرق والبرودة والسخونة. أما الأعراض قبل ما تصير حالات الحادة فهي ممكن تكون غثيان، ممكن تكون لعية نفس. طبعا في عنا أعراض كثير غير نموذجية لازم نركز عليها. أنا بنص الصدر بيجي بعض الأكل خاصة أكل الدسم ممكن يكون سببه الحصيات المرارية، حصيات مرارية أو تشمل المرارة نتيجة وجود الحصيات المرارية. ممكن يكون عندنا أعراض تخمي وفلنس لكن المريض أنا بس أكل حس أنه الأكل بيقعد على معدتي فترة طويلة، نتوجه نحو المعدة نعمل دراسة، بعدين اكتشفت أنه لا هو موضوع حصيات المرارية عم تعملنا هالخربطة بالعجلة الهضم اللي عم بتصير عند الشخص. فموضوع حصيات المرارية موضوع مو دائما بتكون الأعراض وصفية. أسبابه أحد الأسباب المهمة جدا هو مع تقدم العمر يزيد عندنا احتمالية تتكثف حصيات المرارية. في أسباب وراثية، في عائلات عندهم الإصابة منتشرة أكثر من عائلات ثانية نتيجة نوعية المفرزات الصفراوية. هي عندها قابلية أنه تتبلور وتتجمع على بعضها وتساوي مثل طين أو رمل. عندنا مثل بعض الأدوية، عندنا الأنثى اللي عندها حمول متعددة، يعني كلمة عدد الحمول ممكن تصير في عندها. زيادة الوزن ممكن تكون سبب لتشكل حصيات المرارية. تناول الأكل اللي بيكون دسم، يعني هل متعود يأكل دسم كثير، لحوم كثير، ما بيأكل خضار، ما بيأكل فواكه، ما بيكثر سوائل، كمان هذا ممكن يكون عرضة أكثر من غيره لتشكل حصيات المرارية. أحيانا بيكون حصيات مرارية تكون المرارة شكلها مشوه، يعني فيها مثل صعجة صغيرة، مثل القناة تبعها سيئة شوي، فبتكون عندها استعداد لتشكل حصيات أكثر من غيرها. هي بشكل عام يعني، فهي أكثر شيء شائع عند النساء، أكثر شيء شائع بعد الأربعين. عند الشقراوات كمان ممكن يكون عندهم احتمالية الإصابة أو حمل حصيات المرارية أكثر من السمراوات. ليه دكتور؟ هذا شيء له علاقة بالميلانين يعني بالبشرة أو؟ لا هي ظاهرة شغلة وراثية تتعلق. فنحن نشوف الشقراوات أكثر من البديلات شوي. خلاص أعطيك الصبر. طيب دكتور، لو فرضنا وتشخص أنه فعلا في حصيات مرارية، هل العلاج رح يكون دوائي أو جراحي؟
تمام. حتى إذا شخصنا حصيات مرارية حجمها صغير بدون أعراض أو أعراض بسيطة مثل غثيان خفيف مثل تخمة، ممكن نفكر إذا كانوا صغار تحت 7-8 ميلي في الوحدة وما تشكل فيهم تكلس، ممكن نعطي بعض الأدوية اللي بتساعد على حل الحصيات ونخلص منها بنسبة 60-70%. هذا العبارة عن أملاح صفراوية بشكل حبوب. ممكن نعطي فرصة للمريض إنه نعطيها هالأدوية من 3-6 شهور. إذا راح هو بيكون كتير منيح، إذا ما راح فالحل النهائي هو عملية جراحية لاستئصال المرارة عن طريق التنظير طبعاً، يعني جراحة تنظيرية استئصال المرارة كاملة بما فيها الحصيات اللي فيها. نحن منخاف من الحصيات الصغيرة أكثر من الحصيات الكبيرة، لأن الحصيات الصغيرة عندها استعداد تطلع برات المرارة وتعصى أو تسد القناة المرارية أو القناة الصفراوية تعملنا حالة التهابية، حالة إسعافية منها يرقان انسدادي، منها التهاب المرارة اللي حكينا عنه التهاب المرارة الحصوي. فنحن بنخاف الحصوات الصغيرة أكثر من الحصوات الكبيرة، فطبعاً الحصوات الصغيرة إنه المريض أنت مهدد بأي لحظة إنه تبط واحدة بيناتهم وتعملنا مشكلة، فيبدأ ندارك القصة بنحاول ناخذ حالات الحصيات المرارية أو نعمل عملية نستأصلها للمرارة، ما نخليها يعني والله لا ما عملت لي أعراض كثير خاصة. أخيرا دكتور، هل ممكن بعد علاجة ترجع تتكرر الحالة أو لا خلص إذا راحت فيها؟ نحن اتفقنا عن العلاج حلين، يا حل دوائي حل جراحي. حل جراحي مثل ما شفتها أكيد خلص انتهت القصة وراحت المرارة كلها. الحل الدوائي اللي حكينا عنه طبعا ناخذ دائما وقاية بشكل دائم من الأدوية ومن الأغذية عشان ما ترجع تتكرر الحصيات إذا انحلت عن طريق الأدوية. أما الجراحة طبعا خلصنا، نشيل المرارة كله ونخلص من هالمشكلة كلها. دكتور أنا بدي أشكرك لكل المعلومات القيمة اللي حضرتك ذكرتها وقلناها، إن شاء الله مثل ما أنا يعني كيف فهمت الموضوع أكثر واستفدت منه يكونوا كمان مستمعينا. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد خير العجة أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، نورت هوا روتانا أفهم، وإن شاء الله بيكون في إلنا لقاءات تانية بالأيام الجاية إن شاء الله. شكرا كثير لكم، يا هلا باي باي. شاي الضحى مع رفيف دعاز. دجاج دنيا هنانة من مزارع فرنسية، على الجيب هش الأدوار على السوفا أمية، دجاج دو لقمة الضبان بطبخة سعودية.